الحلف بالله عز وجل فيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الحلف دائما في لسان الإنسان. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، ما يجوز هذا حتى لو كنت صادقا. والله إني اشتريت السلعة بمئة ريال، والله لقد سامها مني غيرك بمئة وخمسين. كل هذا الاستمرار تبيع وتشتري، ستحلف آلاف الأيمان، قل هذه السلعة هذا ثمنها وهذا الذي أريد فيها، تشتري أو لا تشتري. أما أن تجعل الله تعالى بضاعة لك فلا شك أن هذا لا يجوز. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. هذا أمر،